لما انا رجعت خشيت دكاني شويه كده رجعت الدكان بتاعي ما كنت واقف بره شويه كده سمعت الضرب. بعد ما سمعت الضرب قمت طلعت من الدكان مشيت. ضرب بتاع شنو؟ ضرب بتاع نار. فقمت مشيت. مشيت وين؟ مشيت مع من مع الموكب ذاته. موكب مكان كبير. مشيت معهم لحد ما وصلنا جنب كافتريات كردفان سنتر. كان في ضرب. كان في ضرب بتاع نار. شاهدت احمد عبد فينو في ضرب فينو؟ في ضرب كان. شاهدت شنو؟ ولقيت احمد الموت الشهيد. لقيته وين؟ لقيته في الموكب. فقلت له راح نرجع الناس دي بيضربوا. قال لي يا اخ ما برا ما راجع قدام بس. قلت له خلاص الناس ثاني ضربوا انا جريت على قلت له نرجع وين؟ ها؟ قلت له نرجع وين؟ ها؟ قلت له نرجع وين؟ قلت له ارجع. ترجع وين؟ يعني هو كان قدام. ترجع وين؟ يعني يرجع هو نرجعهم يمشوا. اها قال لك شنو؟ قال لي لا لا ما ما ما, ما بنرجع نمشي قدام بس. نرمي قدام؟ اي. اها. فحصل الضرب. هو مشى شرق انا جريت على الكافتيريا. ثاني لمينا كده هو انضرب. وقع. شفته يعني انت؟ شفته اي وقع قدامي. قال لي لا اله الا الله ضب رفعني انا انضربت. دقيقه. انضرب شنو؟ انضرب رصاص. قال لك ارفع عنه شنو؟ اي. وقع في الوطن؟ وقع في الوطن اي. ما قال لك ارفع عنه؟ يلا انا بدنقرت رفعته؟ ها؟ رفعته قال لك ارفع عنه؟ هو قال لي ارفع عنه. بدنقدر ارفعه انا ثاني انضربت في ظهري. في نفس الحته اللي وقع فيها هو ذاته. رسلناه معي طلبة اثنين. ركبناه في امجاد. دقيقة دقيقة. انت اصبت في ظهرك؟ اي. في امجاد؟ اي رفعناه في امجاد. مشيت وين؟ ها؟ مشيت وين؟ مشيت وين الحوادث. وصلنا للحوادث دخلناه غرفة العمليات. في غرفة العمليات لقيت حسن العرقي. لقيت حسن. حسن منو؟ حسن العرقي. ها؟ حسن العرقي. العرقي؟ اي. ماله ده؟ ده تقابلت معه هناك جوا. ف الدكتور قالت لي يا اخي انت مضروب. دكتورة. قلت لها انا ما مضروب. قالت لي يا اخي انت مضروب اقعد. قلت لها ما مضروب. المهم اغنعوني قعدت في الكرسي. قلت لي حسن دقيقه دقيقه. قلت لهم انا مو مضروب. ها؟ قال لك انت مضروب. قلت لهم انا مو مضروب. اي. وبعد ذاك اغنعوك ولا شنو؟ قال لي اقعد في الكرسي. اغنعوني قال لي اقعد في الكرسي. قعدت في الكرسي. قلت لي حسن خليك جنب كافي ده مضروب. انا ذاتي قال لي مضروب. ثاني انا بعد ما ردوا لي الجرح بتاعي وركبوا لي درب ثاني ما وعيد ما وعيد بشيء ثاني. ها؟ وقلت رضوا قاعدين ينظفوا لي في جرحتي وركبوا لي درب ثاني ما وعيد بشيء. ثاني موعد بنفسك؟ ها؟ موعد بنفسك. موعد بنفسك. هاي. بعد ذاك طلعوني العمر برا. بس شفته هاي.
يا محمد، محمد نعم. انت شغال في السوق هاي. عادة بتجي شغلك الساعة كم؟ والله بيجي السوق الساعة 8:30 9. يا محمد، في يوم الحادث بالضبط جيت الساعة كم محل عملك؟ يوم الحادث هذا؟ نعم والله يا 9:30 يا 9، بس ما كنت مستحضر الزمن. طيب يا محمد، انت ذكرت انك انت لقيت موكب بتاع الطلاب، الموكب بتاع الطلاب ده انت لقيته في السوق ولا قبل ما تصل السوق؟ والله انا لقيته في السوق، لقيت الموقف في السوق. محمد، موقف الطلاب اللي انت قابلته، الطلاب ديل كانوا شايلين شنو في اياديهم وشعاراتهم اللي بيتفقوا بها شنو؟ والله كانوا بيقولوا مدنيه. شايلين شنو في اياديهم؟ ما شايلين شيء، لكن لما وصلوا محل العربيه كانوا بيطقوا بس بحجار عادي. عربية يا ياتي؟ ياتي عربية؟ العربية بتاعت ناس الدعم السريع ضربوا الديزات تحت البنك الفرنسي دي. بيضربوا في شنو؟ قلت بيضربوا بالحجار ولا شنو؟ قلت بيجوا يدعوا بالحجار؟ جدعوا شنو؟ جدعوا العربية؟ عربة كان بتضرب شنو؟ تضرب النار وين؟ يا محمد، مولانا لو سمحت المحكمة، محمد مولانا لو المحكمة الموقرة سمحت أنه يرفع لنا صوته لأنه ما قادرين حتى محمد ارفع صوته. الميكروفون ده فيه مشكلة؟ عمل لك هيك فيه مشكلة الميكروفون؟ يعني معظم كلامه والله مولانا ما سامعنا، معظم إفاداته ما سامعنا نحن. والله هي احترامي أستاذ موسى، أنا شايفها واضحة لكن خليه يوضح. ارفع صوتك عشان الاتجاه. أي بس هو اللي يرفع صوته يعني، وواضح انه هو عايزين نقول لك. قرب على المايك احمد وارفع صوتك. اي خلاص. اها يا محمد، محمد انت قلت انك انت جيت مع الموكب ووقفت جنب كافتيريا كردفان. انا سؤالي لك، انت موقع عملك وين من كافتيريا كردفان؟ جنوب كافتيريا كردفان. طيب كافتيريا كردفان دي بتقع وين في السوق الكبير ده؟ موقف فلسطين. ها؟ طيب يا محمد، الكافتيريا كردفان والموقع اللي انت كنت واقف فيه وين في الاتجاه ومسافة كم من عمارة عبد الظاهر؟